ينتقد أفراد المجتمع وبكثرة عقوق الأبناء للآباء، وقليلون من يتناولون تجاوزات الآباء والأمهات اتجاه أبنائهم، واللي قاعدين نشوفها تتزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. للحديث أكثر عن هذا الانشقاق ما بين الطرفين، يسعدنا أن نرحب معاكم مشاهدينا بضيفنا المختص في الاستوديو متعب المرشدي، مستشار أسري وأخصائي أو نفسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ متعب. الله يحفظكم، شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لقناة روتانا. أستاذ متعب، قاعدين نلاحظ أنه في فجوة قاعدة تصير بين الآباء والأمهات مع الطرف الآخر اللي هم الأبناء، إيش سبب هذه الفجوة؟ بداية يعني احنا ما نختلف على تكوين الأسرة، فهي اللبنة الأولى في المجتمع. نأتي بعد ذلك إلى يعني بعد ما ينجبون إن شاء الله أولاد ويكون عندهم أطفال، هنا تبدأ المرحلة المهمة. يعني حتى أغلب الأزواج يتخلى عن بعض الملهيات في حياته، سواء الأب أو الأم، لأنه خلاص الآن ارتبط في تربية أطفال. فإحنا لما نتكلم عن الفجوة اللي تحصل بين الآباء والأبناء، احنا لما نعرف الفجوة هي مساحة، يعني يكون هناك مساحة بين الآباء والأبناء أو الأب حتى والأم، اللي أحيانا احنا نسميه انفصال عاطفي أو انفصال، ما في تفاهم، ما في توافق. طب وش السبب أنه ما في تفاهم، ما في توافق، مع أنه يعني الآباء ما يقصرون بأطفالهم إذا هم صغار؟ هل أنه هو أنه التربية مو أنه أنا أكلك أشربك أشوف أنت تعبان مريض، هل التربية أعمق من كذا؟ يمكن البعض مفاهمها أني أنا أكون مع طفلي أعتبره صديقي، أسالف معاه من الصغر عشان إذا كبر بكرة ما تصير الفجوة بيني وبينه كذا. هو عندنا مرحلة في يعني إحدى مدارس علم النفس، المدرسة السلوكية، تبنت مرحلة اسمها مرحلة الكمون، أو مرحلة تبدأ من السن السادسة إلى سن البلوغ. هنا الطفل أصلا من نفسه يبدأ يتعلم على الانفصال والاعتماد على الذات وتكوين العلاقات في خارج، وخاصة مع سن الدراسة. فلما يبدأ يلتحق بالمدرسة يبدأ الطفل يكتسب أشياء جديدة، ويصبح هناك تداخل من التربية غير الأسرة. المدرسة تربي، الأصدقاء يربون، الثقافة، إضافة إلى أنه اليوم إحنا في عصر التكنولوجيا، يعني ما شاء الله تلقى أطفال من 4 سنوات 5 سنوات وماسك الأيباد. التكنولوجيا تربي بعد. نعم، في عندك اليوتيوب، عندك البرامج، يبدأ الطفل يكتسب أشياء أخرى تختلف عن فكر الوالد والوالدة أو طموحهم هم، أنهم إيش بينتجون هذا الطفل، إيش أنا أبغى ابني يصير. فالابن يكتسب أشياء أخرى تتعارض. فالطفل عادة هو لما يأتي بمشكلة أو يأتي بسؤال هو يستفسر من أبوه وأمه، مو قصد أنه متبنيها مقتنع فيها، هو يجي بشكل سؤال. فبعض الأباء ربما في هذه اللحظة ينفعل، يعنف، يضرب، يسبه، قفل، حذف الجوال، مدري ايش، اسحب الايباد منه. هو ياتيك بفكره يعني كاستفسار، ان انا شفت كذا ابغى اصير كذا، انا سويت كذا مثلا بطلع كذا. احنا هنا محتاجين الى التفاهم، اللين واللطف والحب. محتاج الوعي عند الاسر. اكيد الوعي عند الاب والام، الوعي اللي احنا نحتاجه دائما في المجتمع، ونرجع نقول الوعي الوعي الوعي، كيف الشخص او كيف الام او كيف الاب او كيف الخاله او كيف المربي يتعامل مع الناس اللي حوله، خاصه اذا كانوا اطفال. ثقافه المجتمع، نعم، تعلم على ثقافه المجتمع، ثقافه الاسره اللي حوله، تعلم عن الاشياء الصح والاشياء الخطا. يعني احنا محتاجين الى الحوار، هذه اهم نقطه دائما في تربيه الاسره، يكون هناك حوار بين الاب والابناء، بين الام والابناء. أستاذ متعب، أنا ودي أخذك على المصطلح الآن، إحنا قاعدين نقول عقوق الآباء للأبناء. إحنا نعرف عقوق الأبناء للآباء، هذه تربينا عليها وعارفينها وفاهمينها ومتجنبينها، ويعني وعرفنا أن هي جزء من توجهاتنا حتى الدينية. لكن لما أتكلم عن عقوق الآباء للأبناء، إيش هي أشكالها؟ كيف ممكن تكون؟ عقوق الآباء هي بداية زي ما قلت لك عدم إعطاء فرصة الحديث، التوبيخ. يعني احنا في ثقافة ما من مجتمعنا، طب ناس يقول لك هذا جزء احيانا من التربية، ولدي عنيد، ولدي صعب، انا يعني هل انا كل ما هشد عليه ولا اعاقبه في شيء انا كذا قاعد اعيق لابني؟ طيب احنا في جزء من ثقافة المجتمع، يعني ان شاء الله نقول انها تندثر، لكن كانت موجودة، ان الابن لما يجلس مع الرجال ويتكلم تجدين بعض الاباء يبخه، اسكت لا تتكلم انت، طب خليه يعبر عن رايه، خليه يشارك المجتمع، يشارك المجلس اللي خليه رجل. اي نعم، يعني ليش انت مثلا تقول في رجل اكبر منك لا تتكلم؟ طب هو يطرح رايه. طب هذا تجي يقول لك انا قاعد اربيه على الادب،
اربيه على انه يحترم اللي اكبر منه، اربيه لما الاكبر منه يتكلم انك تسكت، كيف تخليها هذه عقوق؟ انت للاسف تكسر شخصيته، انت ما تربيه على انه هو، احنا ما نختلف على الاحترام، لكن لما يكون المجلس عام وفي نقاشات وفي خليه يبدي رايه، لا تكبتوا. اي نعم لا تكبتوا. لا بعض الاباء يمكن مو قصده انه كبت، يمكن ما ناسب الراي، راي طفله ما ناسبه صحيح، فقلبها انه احترم، بس لو انه الراي كان سديد مع الاب او ولي الامر او هذا كان تلقاه، لكن الطفل بياخذها على انه ايش؟ كسره. كسره، انت تزرع هنا في كسره. نفس ايضا بعض مثلا ان شاء الله نقول معلمينا ان شاء الله انهم على قد الامانه، لكن بعض المعلمين بدون قصد مثلا يوبخ طفل قدام الطلاب او يشرح مثلا قام يتكلم عن درس او شيء فاخطا، فربما يجي التوبيخ. انت عنده هنا تزرع زي الصدمه في داخله، ما يحب يكرر هذا الموقف، ما يحب يدخل المجتمع، يبدا ينعزل، يبدا ينطوي، يبتعد. يعني انا ما احب صراحه مفرده عقوق الابناء لابائهم، مره ما احس، احس العقوق من الابن لابائهم، بس الاباء لابنائهم ما احس انه في عقوق، لا في في سوء تربيه. طيب سوء تربيه يا لبنى، بس مو لا في اقول لك شغله، لما اللهم لك الحمد على بيئات طيبه تربينا فيها، الحمد لله، وعلى اهالي احسنوا تربيتنا صحيح، وعلى اسر اكرمنا الله فيها. لا اعتقد، وصحح لي استاذ متعب، انا اعتقد ان العقوق لما اجي اقول اللي مثلا عشان اقدر استوعب الفكره، انا او كثير من الامهات او الاباء اللي قاعدين يسمعونا، لما اتكلم اني انا هذا الاب كان عاق لابنائه، انا اعتقد في المصرف واكرامهم بالحياه الكريمه اذا كان مقتدر، يعني على سبيل المثال الاب البخيل. أب خليني اقول لك شو، انت ما فهمتي قصتي، انا اقول انه كل مفرده ولها معناها. عقوق انا اشوف العقوق الابناء لابائهم، زي ما اقول امي، هل الام كلمه ام تنطق لغير الام؟ لا لا ما تنطق لغير الام، فانا العقوق عندي نفس الشيء. ممكن لو في مصطلح ثاني غير العقوق، خلينا نقولها سوء التربيه. انا هذا اللي قاعد اقول انه سوء التربيه، سوء التربيه اللي وصل الابن انه في يوم من الايام، خلينا نقول سوء التربيه، صحح لي استاذ متعب، سوء التربيه هو اللي بيوصل ان الابن يعيق ابوه، او الابن نستخدم المصطلح في موقعه زي ما تفضلتي، انه من الابن للام او من الابن للاب. اللي انا اشوفه عقوق يعني هو مثلا عدم اعطائه حقه في التربيه، جميل، من حيث الصرف والاكرام في التعليم، من حيث يعني اعرف في قصه وردتني اعرفها عن قرب، الابن يحتاج الى علاج، عنده مشكله بالحوض ويحتاج انه يتابع في مستشفيات، يجي الاب يقول لك انا مش مقتنع انه بهذا، وان شاء الله ان اموره طيبه، وش فيكم تقولون عنه فيه. تجي الام مثلا اللي ما ترعى ابنائها الرعايه الكريمه في التربيه، في الملبس، في الماكل، في الرعايه الطبيه والصحيه. لكن يمكن اختلف معك استاذ متعب لما قلت انه لما ينهروا في مجلس او يشد عليه، اعتقد هذه تربيه ولكن ليس عقوق. هو يا استاذ لبنى الموضوع مو شيء واحد، يعني متعدد الاوجه. صحيح، ينبني زي ما قلتي انت، ممكن من ناحيه الصرف، ممكن من ناحيه السكن، ممكن يعني ربما تجد الضرب والعنف احيانا، تعنيف الاطفال، ربما تجد رجل ميسور الحال ومع ذلك مضيق على اولاده في سكن. بالضبط، كل اثنين او ثلاثه حاطهم مثلا في غرفه واحده، مع ان ديننا يامرنا مثلا انه توسع، بالتوسع، بالتفرقه في يعني كل شخص يكون مثلا استقلاليه، انه البنت كل وحده، الولد كل وحده، في بنايه الشخصيه. في قصه يعني طريفه بس ما اعتقد عن صحتها يعني، لكن هي وردت انه رجل جاي يشكي لعمر الخطاب انه ابنه يعقه، فالولد قال يا امير المؤمنين ابي عقني قبل ان اعق، لم يختر لي ام، يعني تزوج ام كانت عبده حبشيه اسمها خنفساء وسماني جعلان فمن الاساس يعني، ولم يحسن تربيتي، ولم مثلا يحسن زي ما قلتي انت. فهنا مشكله يعني فعليا، حسن الاختيار من البدايه، اضافه الى حسن اختيار الاسم. احنا كنا يعني قبل شوي نتناقش مثلا بعض الاسماء، فلا بد انك تراعي هذا من الاساس، ناحيه التربيه، الاسم، من ناحيه التعليم، من ناحيه مشاركه الاب لابنه. نفسيه الطفل اذا كبر وصار رجال وهو باسم ما ينفع يكون اسم لرجل. صحيح، هذه بعد نقطة أحس مرة مهمة. هو عشان كده توجه الدولة والحمد لله أنه سمحت بتغيير الأسماء، أعطوهم فرصة أن يغير اسمه، يعني سهلوا فيها. إضافة إلى زي ما قرأت الأستاذ لبنى، يعني صدر حتى قريبا من الدولة أضافوا حرمان من التعليم، يعتبر من العنف الأسري. نعم، ويحاسب عليه القانون. نعم، ممتاز جدا. نعم، يعني الدولة حتى يعني التفتت لهذا الأمر بشكل جازم وطبق القانون فيه. في أباء فعليا يعني يقول بنتي بعد الثانوية ما عاد في دراسة، طيب ليش؟ أنا أو أدخل التخصص الفلاني بناء على رغبتي أنا. لا، ولا لما يجي بنته لما تصير عروس ويروح يزوجها ويقول لها أنا الحين أنا بريء من تعليمك، زوجك يقرر إذا يعلمك ولا لا، مش هذا من عقوق البنت؟ وحتى ما بعضهم للأسف الشديد ما يأخذ الأذن في الزوج أو يأخذ رأيها. أحسنت، يلا ما
ما عاد في لا يا ودي في 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 بصمة الآن ما عاد يقدر. أول هي الفكرة البصمة ولا مش البصمة؟ هي بتروح تبصم. هي بتروح تبصم. كيف تبصم؟ هي مغصوبة على الزوج. كيف أنغصب؟ كيف أنغصب؟ أودي بس عشان ما نطلع على موضوع ثاني. يتم الضغط عليها من أمور أخرى أنت. هذا لازم بعد تكون الشخص لازم يكون واعي، هذه حياتي، هذا شيء مصيري ما أقدر. يعني احنا علشان كذا، احنا علشان كذا وانتم تصلحون البرامج والحلقات هذه عشان نوصل الوعي للمجتمع. احنا محتاجين المجتمع يعي ان في حقوق للانسان ياخذها، في قرارات يتخذها الشخص بنفسه، انا ممكن اوجه ادعم فيها لكن هو صاحب القرار، وهذه من اهم اساسيات التربيه انه انا اعطيها الخيار في القرار الصحيح. صح. تجريد ابنائي من قرارهم عقوق؟ اكبر حقوق. لا تقولون عقوق، لا تقولون عقوق، قولوا سوء تربيه. انا احس يعني انا من الناس، خليني اقول لك، انا احس من الناس اللي عجزت اتقبل كلمه عقوق على الابناء، عجزت اتقبلها. كيف اقول على ابوي انه عاق فيني؟ ما اقدر، سوء تربيه، ابوي ما رباني صح. زي كذا ممكن يعني اتقبلها، بس كلمه عقوق يعني مرادي فيه لكلمه انه الابن يعق والده، فربما الاب يعق الابن في عدم التربيه، عدم الاحسان، عدم اللي هو الاساءه زي ما قلتي انت يعني. صح. خليني أقول لك على شيء، ننتقل لشيء ثاني. يمكن نعبر الحساب الشهير اعترافات كتب أحدهم هذه التغريدة، خلينا نستعرضها معك ونسمع تعليقك. اللي مكتوب: أبوي الله يحفظه كبير في عمره، ما يعطيني اهتمام زي أخواني ولا يحب يسولف معي، ودائم يستهين بقدراتي، صرت مهمش، صار عندي اكتئاب، حتى صرت ضعيف شخصية، مع العلم ما عمري أخطيت أو رفضت شيء، والله شاهد على كلامي. جميل. وش تعليقك؟ انت شفت الرسالة هذه، يعني احنا كمعالج ومختص انا افصلها، يعني الناس العاديين ممكن يقرونها بس يمشون، انا افصلها ابدا من اولا يقول لك ما يعطيني اهتمام اللي احنا كنا نتكلم عليه، المشاركة في الحوار، اعطاء فرصة انه يبدي رأيه، اضافة لذلك عدم المساواة، وهذا امر خطير جدا، هذا ظلم يعني، وشرعنا قبلك شيء ما يرضى فيه. صح. وديننا ما يرضى فيه، العدل مطلوب حتى بين الأولاد يعني. إضافة إلى ذلك أهم نقطة دائما نحن نحتاجها أنك تبني الفرد، ابني شخصيته، ابني شخصية الفرد وأنت تبني، يعني خليه يكون معتمد على نفسه، لديه ثقة في نفسه، صاحب قرار، ما يرضى بالخطأ، حتى لو تم الخطأ عليه يقدر يرد ويأخذ حقه. لا تكسر شخصيته، لأن في المستقبل القريب هذا الرجل بيصبح يعني مكون لأسرة أخرى، بيصبح يبني مجتمع آخر، بيصبح مساهم في بناء دولته وبناء مجتمعه، فما ينفع يصبح عندنا شخص زي مثلا الشاب هذا ربنا يعينه ويهدي أبوه، أصبح يعاني من مرض الاكتئاب. أنت الآن بتدخل مرحلة أنت حتى الأب ربما تعاني منها، تراجع فيها المصحات وتراجع فيها العيادات وتراجع فيه، فبتبدأ تلوم تندب حظك أنه ليش طلع ولدي كذا. صح. تنسيت أنت أنك أسأت له خلال السنوات الماضية. لو حتى غير كذا، لو كل أب أو أم يفكرون بأطفالهم كصناديق استثمار ناجحة 100% إذا كبروا فعلاً. يعني أتوقع التعامل يختلف. هذا مشروعك الحقيقي، هذا مشروع يعني، أنت قاعد تجمع فلوس وتكد وتتعب، طب ازرع بهذا عشان بكرة تكبر. نعم، الاستثمار مهم جداً، أنه الأب يكون متواجد عشان تصنع أنت، يعني ما يصير فيها زي ما فتحنا الموضوع بداية أنه هو الفجوة. صح. بعض الاباء ينشغل زي ما قلتي انت، وين والله انا قاعد اشتغل لكم، دور رزقكم، انا داعر، اوكي ما عندنا مشكله، لكن وجودك انت مهم. يعني انا استغرب ان يجيني بعض الاستشارات سواء والله في العياده او على الجوال، او يقول لك انا عمري ابوي ما حضني، عمري فوق العشرين فوق الخمسين، حتى بنات يعني تقول ابوي عمره ما ضمني. ليه؟ طيب ليه يعني؟ هذه جفوه يعني، هذا حتى يعني الواحد ما هو متصور يعني، لكن احنا نحاول باذن الله. كانت ثقافة، كانت ثقافة، كانت ياخذوها من باب الادب ورفع وقار الاب انه ما ينفع، كانت كذا موجودة في المجتمعات، كانوا يتصورونها تبني شخصية قوية يعني. بالضبط، انه هيبة الاب كذا لازم البنت تحابه. يا اختي والله اذا ما جغفتهم 24 ساعة ما تحسني انا ام، قسم بالله. طب استاذ متعب، انا ودي اسالك سؤال اخير. تفضل. اختلفت احتياجات الابناء الان من كل، احنا كل ما يمشي الزمن كل 5 سنين تختلف الاحتياجات. اول من 5 سنين فاتت كان والله اني اجيب له جوال، هذا من اعلى مراتب الرفاهيه. بعدين فاتت انه لازم اخليه زي اصحابه، الحين صارت الايباد شيء لازمي واساسي لانه ما ابغاه يحس انه اقل من غيره، او انه الناس كلها عندها وهو متاخر.
هل هذا الجانب الآن لو أخذ أحد الأولياء الأمور قرار إنه ما يواكب هذا هذه الحركة، هل يعتبر عقوق؟ هو يعتبر عقوق ما في شك. اولا انت ما راح تعيش في بيت لوحدك منعزل عن المجتمع، انت عايش في مجتمع. انا للقريب جدا كان عندي صديق ما عنده تلفزيون، والله العظيم للقريب جدا، يعني ممكن معتمد على المنصات اللي على الايباد. والله تكلمت معه قلت كيف، قال انا ما بدخل التلفزيون على بيتي. طيب هو مبدا انه انا احسب انه من كثر ما هم ينشغلون، يعني زي احنا عندنا تلفزيونات بس ما نشغلها صدق، فأنا توقعت إنه من هذا المنطلق. بس إذا هو لا ما نهائي ما عنده. قلت لأولادك يشوفون تلفزيون، قال لي إذا راحوا عن جدتهم وجدهم يشوفون. طيب كيف وضعهم مع عيال عماتهم وخالاتهم اللي يواجهونهم عن جدهم وجدتهم؟ هو سلاح ذو حدين، أنت حضرهم تلفزيون لكن يكون في رقابة. طيب رقابة، أيوة راقب المحتوى اللي قاعد. يا سلام عليك، رقابة مش المشكلة. والآن يعني الأبليكيشنات ما شاء الله في الأجهزة الجديدة تتيح. سؤال، الحين هو ما في تلفزيون في البيت بس عندهم جوالات في يدهم، ما جابه الا بعدين يعني بدا يقتنع بس اجباري لازم يجيبه عشان المنصه الان وكل شيء. يعني هذا هو يعني في امور لابد ان تتواكب المجتمع، فزي ما قلتي انت تعيش في مجتمع، المجتمع متوفر عنده كل شيء، ما تقدر تنفصل عن المجتمع، وهذه نعمه هي للامانه نعمه. فاحنا مع الرقابه مع تعزيز الثقه في انفسهم يقدروا يتعايشون معها. والله حديثنا في هذا الامر ذو شجون ويعني تساؤلات كثيره. استاذ متعب المرشدي شكرا جزيلا لما اضفته وافدتنا في هذه الفقره. شكرا لكم، وان شاء الله لنا زياره لكم مره اخرى ان شاء الله، لان المواضيع هذه مهمه. اكيد شكرا لك. الله